إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا على فراقك لمحزونون. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه. اللهم أدخله الجنة اللهم أدخله الجنة اللهم أدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر. اللهم أعذه من عذاب القبر اللهم أعذه من عذاب القبر وأعذه من النار. اللهم أعذه من عذاب النار اللهم أعذه من عذاب النار. اللهم ارفع درجته في المهدي واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافتح له في قبره ونور له فيه. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده يا ذا الجلال والإكرام. اللهم قه من فتنة القبر وعذاب النار. أنت أهل الوفاء أنت أهل الوفاء أنت أهل الوفاء أنت أهل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم عبدك وابن أمتك احتاج إلى رحمتك وأنت الغني عن عذابه وأنت الغني عن عذابه. اللهم إن كان محسنا فزده في حسناته اللهم زده في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز عنه يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد. نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت
نسألك يا مولانا أن تغفر لنا وله ولجميع موتى المسلمين يا أرحم الراحمين. منا إذا أورينا التراب يا الله، أمنا إذا حملنا على الأعناق يا الله، أمنا إذا حملنا على الأعناق يا الله، أمنا عند سؤال الملكين يا الله، أمنا يوم الحساب والعرض عليك يا الله، أمنا عندما نأخذ كتابنا يا الله، أمنا ويمنا الكتاب يا الله، أمنا عندما نقرأ كتابنا يا الله، أمنا وقد سودنا الصفحات يا الله، أمنا يوم نرى ذنوبنا ومعاصينا يا الله، أمنا يوم تشهد علينا أيدينا وأرجلنا يا الله، أمنا وزحزحنا عن النار يا الله، أمنا وأدخلنا الجنة يا الله، أمنا واحشرنا مع حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم يا الله، أمنا وأوردنا حوضه يا الله، أمنا واسقنا بيده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا يا الله، أمنا ومتعنا بالنظر إليك يا الله، أمنا ومتعنا بالنظر إليك يا الله، أمنا ومتعنا بالنظر إليك يا الله، الأمان 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 يا الله، يا حنان يا منان يا الله، يا قوي يا عزيز يا الله، يا شكور يا حليم يا الله، يا من يجير ولا يجار عليه، أمنا إذا حملنا على الأعناق يا الله، أمنا إذا حملنا على الأعناق يا الله، أمنا عند سؤال الملكين يا الله، أمنا يوم الحساب والعرض عليك يا الله، أمنا عندما نأخذ كتابنا يا الله، أمنا ويمنا الكتاب يا الله، أمنا عندما نقرأ كتابنا يا الله، أمنا وقد سودنا الصفحات يا الله، أمنا يوم نرى ذنوبنا ومعاصينا يا الله، أمنا يوم تشهد علينا أيدينا وأرجلنا يا الله، أمنا وزحزحنا عن النار يا الله، أمنا وأدخلنا الجنة يا الله، أمنا واحشرنا مع حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم يا الله، أمنا وأوردنا حوضه يا الله، أمنا واسقنا بيده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا يا الله، أمنا ومتعنا بالنظر إليك يا الله،
أمنا ومتعنا بالنظر إليك يا الله، أمنا ومتعنا بالنظر إليك يا الله. الأمان 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 يا الله، يا حنان يا منان يا الله، يا قوي يا عزيز يا الله، يا شكور يا حليم يا الله، يا من يجير ولا يجار عليه.